سد الفرات لا يزال خارج الخدمة وسط اشتباكات في محيطه، والوحدات الكردية تقترب من مدينة الطبقة. فصائل حماة تواصل تمددها شمال المدينة وتدمر مستودعات النظام العسكري بمحيط قرية القرامطة. انسحاب تنظيم الدولة من عدة قرى شرق السويداء لصالح النظام، والفصائل تدخل بلدة بئر القصب الاستراتيجية. بعد فشله بالتقدم على جبهة بساتين برزة، قوة النظام تستهدف بلدات الغوطة الشرقية بعشرات الغارات. أهلا بكم مشاهدينا في جولة الميدان. ألمح القيادي في الوحدات الكردية سيبان حمو إلى توجه ميليشيات قصد بالتعاون مع فصائل في الجيش الحر وعشائر وبدعم جوي روسي إلى إدلب لقتال هيئة تحرير الشام. بدوره أشار زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم إلى إمكانية ضم الرقة إلى ما أسماه مشروع الفيدرالية بعد استعادتها من تنظيم الدولة. بالتزامن مع المعارك التي تشارك فيها ميليشيات قصد التي تعمل تحت إمرة القوات الأمريكية في الرقة، تخوض الوحدات الكردية التي تقود تلك الميليشيات حربا كلامية تصطدم بجدار المنطقة. القيادي في وحدات الحماية الليبجي سيبان حمو ألمح إلى توجه ميليشيات قصد بالتعاون مع فصائل في الجيش الحر وعشائر وبدعم جوي روسي إلى إدلب لقتال هيئة تحرير الشام، وذلك بعد طرد تنظيم الدولة من الرقة. تصريحات حمو هذه تتزامن مع تصريح مشابه لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الليبجي صالح مسلم، أعلن فيه صراحة نية حزبه بضم مدينة الرقة بعد الاستيلاء عليها إلى إدارته الذاتية في الشمال السوري. وادعى مسلم في حديث لوكالة رويترز أن الأمر سيرجع لأهل الرقة في اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم بمجرد السيطرة على المدينة، لوجود حاجة بأن تكون الرقة تحت سيطرة أياد صديقة، وإلا فإنها ستشكل خطرا على كل سوريا بحسب زعمه. في هذه الأثناء دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى ما اعتبره تنسيق الخطوات مع موسكو ونظام الأسد في معركة الرقة. نحن ندعم جميع الأطراف المعنية في القضية سواء كانت مدعوة من قبل الحكومة السورية أم لا، وينبغي أن نضع هدفا واضحا لمحاربة الإرهاب وتنسيق أعمالنا. وفي الرقة أيضا أكدت مصادر محلية أن مهندسين متواجدين داخل مبنى سد الفرات قاموا بتقييم الأضرار التي تعرض لها السد، كما أكدت المصادر أن الفريق الفني والهندسي التابع لحكومة النظام بات جاهزا للدخول للسد الذي لا يزال جسمه الرئيسي وعنفاته خارج سيطرة ميليشيات قصد، حيث أكدت المصادر أن إعادة التشغيل الأولى يحتاج عملا لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة لتشغيل المولد والعنفات والمحطة الكهرومائية، ويتطلب هذا الأمر وقفا للأعمال القتالية في محيط السد مع وقف للضربات الجوية والعمليات العسكرية للتحالف الدولي في المنطقة. الأمم المتحدة بدورها أعربت عن قلقها إزاء سلامة وحماية أكثر من 400 ألف مدني في المناطق المأهولة بالسكان في الرقة عقب تقارير حول العمليات العسكرية الجارية هناك. ينضم إلينا أحمد عبد القادر مدير مؤسسة عين على وطن من الحدود السورية التركية. أهلا بك معنا. نبدأ من مستجدات الوضع في الرقة وآخر التطورات العسكرية فيها. نعم آخر طول الشيء، السلام عليكم. أهلا بك. في البداية دعينا نذيع على قناتكم هذا الخبر المؤسف، خبر استشهاد المهندس أحمد الحسين الحالي لسد الفرات، حيث استشهد يوم أمس أثناء وقت الهدنة المزعومة التي أعلنت عنها ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية أثناء توجههم هو وبعض الفنيين للسد للإشراف أو للاطلاع على حالة السد أثناء توجههم إلى هناك استهدفتهم غارة جوية من طيران التحالف الدولي. فاستشهد المهندس أحمد الحسين وحسن الخلف أحد المساعدين الفنيين الطابعين للسد، كما أصيب بقية الفنيين هم 7 أشخاص تقريبا تمت إصابتهم. الغريب بالموضوع أنهم أعلنوا عن هدنة 4 ساعات وأنهم ادعوا أن دخلت لجنة وقيمت الوضع وقيمت الأعطال بالسد. من هي اللجنة؟ أي هي الهدنة التي أعلنوا عنها؟ الهدنة المزعومة الـ4 ساعات؟ كيف تم قتل المهندس أحمد الحسين مدير السد وهو ذاهب للسد للإشراف عليه؟ هذا الشيء الإعلامي الذي تتبعه قوات سوريا ميليشيا قوات سوريا ديمقراطية يعني شيء تضليلي، لا أعلم ما هي الغاية. يوم البارحة
التحالف ينفي استهداف سد الفرات. يقول من جديد نحن موافقنا على البنى لإصلاح. طيب أنت تنفي استهداف السد، ما هو الذي أصاب؟ كيف احترقت غرفة التحكم السد؟ نعم، يعني أحمد، الأعمال القتالية والضربات الجوية والعمليات العسكرية للتحالف الدولي ما زالت مستمرة. نريد تفاصيل أكثر حول صورة الوضع بسد الفرات وحجم الضرر الذي لحق به، وخصوصا بأنه الأنباء تتحدث عن إمكانية انهيار السد. سيدتي سأشرح بشكل مفصل. وضع السد احترقت غرفة عمليات سد الفرات بالكامل. الآن هذا الشيء لإيقاف غلق الماكينات أو إغلاق البوابات أو التجهيزات الداخلية بالسد ضمن جسم السد، يجب السماح بدخول اللجان الفنية، المسؤولين الفنيين الإداريين المسؤولين عن السد لإعادة عمل السد. إن لم تعد لإعادة عمل السد خلال 48 ساعة، هذا الشيء صحيح به جميع مدراء السد وجميع المسؤولين عن السد بكل وسائل الإعلام. سيتم إغلاق جميع المعدات المسؤولة عن السد، هذا سيؤدي إلى طوفان الماء من فوق السد وسيشكل خطأ خلال شهر إلى 40 يوم، خطأ بانهيار سد الفرات. الشيء الذي يكذبه هذا الأمر، يعني اسمحي لي كأحد أبناء بعيدا عن الإعلام، الوقع بالموضوع التحالف الأمريكي والقوات الميليشيا الديمقراطية التي تنفي وقع بث التنظيم حتى ليكذبهم. تنظيم داعش بث فيديو أثبت فيه احتراقها واستهدافها بصاروخ. الآن الأمر ليس من استهدف وليس من قتل، اليوم في أرواح مدنيين، أكثر من مليون نسمة سيكونون ضحية لهذا السد. لن تكون ميليشيات القوات السورية الديمقراطية ولا التحالف الدولي هم الضحية. أبناء الطاقة، تخيل أنهم الآن سيزعمون بعد قليل أن مدير السد داعشي. ليس كل المدنيين الذين تحت سيطرة داعش هم داعش، هم مدنيين أجبوا أن يكونوا ضمن مناطق سيطرة داعش. سيطر عليهم داعش مثل ما سيطر على كل المناطق في المدينة. اليوم يصرح ميليشيا القوات السورية الديمقراطية أنهم مستعدين لسج قوات النظام. الكل يتساءل لماذا لا يوحد بدخول القوات ميليشيا الديمقراطية، لا يوحد. الكل يعلم أنهم يطمعون للنظام، يطمعون للكذا، هم يتحدثون عن تنظيم داعش أنه أتى بكل المرتزقة من كل العلم ليقاتل أبناء سوريا. كذلك أمر قوات ميليشيا ديمقراطية اليوم أعطوا مطلق على الأمريكان، أعطوا مطلق على أوسع. سمي لي مدينة أو دولة لم تأخذ موقع من ميليشيا قوات سوريا ديمقراطية. النصيحة الأوقع أنهم مستعدين لتحرير مدينة. نعم، يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت. أحمد عبد القادر، مدير مؤسسة عين على وطن من الحدود السورية التركية، أشكرك جزيل الشكر. إلى حماة، تجددت الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة من جهة والميليشيات الأجنبية وقوات النظام من جهة ثانية في محيط قرية القرامطة شمال المدينة. وأفاد ناشطون أن الفصائل تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة لقوات النظام داخل حاجز القرامطة في محيط القرية شمال حماة إثر استهدافه بالمدفعية الثقيلة. كما تزامنت الاشتباكات بقصف مدفعي متبادل شنت خلالها طائرات النظام عدة غارات جوية على محيط القرية. ونشر جيش العزة التابع للجيش الحر مقطع فيديو أظهر استهدافه لتجمع للميليشيات الأجنبية وقوات النظام بينهم ضباط أثناء محاولتهم التقدم في بلدة معرزاف شمال حماة. وأضاف جيش العزة أن حصيلة قتل قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني وصلت إلى أكثر من 150 خلال اليومين الماضيين ضمن معارك حماة. جيش العزة كتيبة الميم دال تقوم باستهداف 14 مجويز ومجموعة من العساكر على جبهة معرزاف. الله أكبر! نعم، منذ ساعات بدأت المرحلة الثالثة من معركة في سبيل الله نمضي التي يخوضها جيش العزي بالتعاون والتنسيق مع عدد من فصائل الثورة السورية. وتركز الجهد القتالي في هذه المرحلة على قطع طريق محردي سقيلبي، حيث بدأ التمهيد الناري على حاجز القرامطة المتواجد في منطقة سد محردي الذي يشرف على طريق محردي سقيلبي. وقد استطاعت بفضل الله قوات المدفعية في جيش العزي تدمير أحد مستودعات الذخيرة الكبيرة التي كان يستخدمها جيش النظام وميليشياته في التزود بالذخيرة. نعم، هذه المنطقة مهمة جدا، حيث تعتبر خط الإمداد الرئيسي لقوات النظام والميليشيات باتجاه سهل الغاب وباتجاه ريف حماة الشمالي الغربي. إن قطع طريق محردي سقيلبي سيؤدي إلى إضعاف
القوة العسكرية التي يمتلكها النظام في هذه المنطقة. أما المعركة في سبيل الله نمضي فهي مستمرة إن شاء الله حتى تحرير آخر شبر من التراب السوري من الميليشيات الطائفية والقوى الأجنبية وقوات النظام. المعارك على جبهات أخرى في ريف حماة والتي هي بالتحديد التي تمكنتم من العمل عليها في أيام ماضية وحررتم مساحات كبيرة من ريف حماة، كيف هي حال الجبهات هناك؟ نعم، قوات جيش العزي تخوض معارك عنيفة جدا الآن في منطقة المجدل، حيث يحاول أن قوات النظام والميليشيات الإيرانية والحزب الله التقدم باتجاه قرية المجدل، لكن حتى الآن ما تزال قوات جيش العزي صامدة وتتصدى لهم وتكبدهم الخسائر في الأعتاد والأرواح. ينضم إلينا فراس كرم مراسل أورينت نيوز من ريف حماة للوقوف على آخر المستجدات. إذن فراس، نبدأ من صورة الوضع في محيط قرية القرامطة شمال حماة والاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام والميليشيات الأجنبية الداعمة لها. نعم أميرة، طبعا صباح هذا اليوم أعلنت عدة فصائل أبرزها جيش العزة وأحرار الشام عن بدء معركة جديدة ضد قوات النظام. طبعا من جانب جيش العزة أعلن عن المرحلة الثالثة في معركة في سبيل الله نمضي ضد قوات النظام، امتدادا للمعارك أو طبعا متابعة للمعارك ضد قوات النظام التي بدأت قبل أيام. تركزت الاشتباكات اليوم صباحا على حاجز القرامطة شمال غرب حماة الواقع على استراد حمام حردة من الجهة الغربية. تمكنوا في الساعات الأولى من السيطرة على الحاجز وتدمير عدة آليات لقوات النظام. طبعا استمرت المواجهات والمعارك بين هذه الفصائل وقوات النظام إلى داخل قرية الجديدة الواقعة غربي قرية حاجز القرامطة. أيضا تمكنوا الثوار من تدمير دبابة من طراز T-72 لقوات النظام وأيضا مقتل طاقمها، بالإضافة إلى اشتباكات دارت في هذه القرية. طبعا بالتزامن مع فصائل أخرى أيضا أطلقت على المعركة اسم صدى الشام، بدأت بقصف عدة مواقع في العمق الشمالي والغربي لمحافظة حماة. أبرز هذه الأهداف العسكرية لدى قوات النظام هي حاجز أو تجمع الحماميات أو قاعدة الحماميات العسكرية، بالإضافة إلى قرية الجبين التي يسيطر عليها النظام وحولها إلى ثكنة عسكرية، أيضا حاجز المغير. هذه المنطقة الآن تشهد اشتباكات عنيفة بين كتاب الثوار وقوات النظام. تحاول الثوار من خلال هذه الاشتباكات أو هذه المعارك مع قوات النظام توسيع رقعة السيطرة وأيضا متابعة القتال ضد قوات النظام وتحرير هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة هي تعتبر بأهميتها أنها تعتبر الخط الدفاعي الأخير لقوات النظام عن المناطق الموالية شمال غرب حماة. تهدف أيضا بالدفاع عن الاستراد الواصل بين مدينة محردة ومدينة صقيربية والذي يعتبر هو طريق وصول المنطقة التي تعتبر هي الخزان البشري الذي يساند النظام في عملياته العسكرية من غرب حماة. كل هذه الأهداف الآن هي تركزت في هذه المنطقة. يحاول الثوار تشتيت قوات النظام أو السيطرة على هذه المنطقة لاستكمال الانتصارات أو التحرير الذي بدأ بتحقيقه. طيب فراس، في ضوء هذه الاشتباكات والمعارك على الأرض كان هناك غارات من قبل طائرات النظام، فهل تم تسجيل ضحايا بين المدنيين؟ طبعا صباح هذا اليوم شنت طائرات العدوان الاحتلال الروسي وايضا طائرات النظام الحربيه عشرات الغارات الجويه على مناطق تمركز الثوار وايضا المناطق المدنيه في ريف حماة الشمالي. دائما النظام يحاول امام اي خساره امام الثوار او خساره عسكريه يحاول استهداف المدنيين او المناطق هي التي تقع خلف المناطق التي يتمركز فيها الثوار. طبعا على راس هذه المدن مدينه حلفايه ومدينه الاطامنه وكفر زيتا والقرى المجاوره لها. طبعا كانت حدة الغارات أو كثافة الغارات التي شنها الطيران على قرية الزكاة وأيضا مدينة كفر زيتا ومدينة اللطامنة أسفرت عن وقوع جرحى في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى ذلك كان هناك اليوم تطور جديد في الغارات الجوية، هو أن كانت هناك طائرات تستهدف الطرقات التي يستخدمها المدنيين في النزوح من المناطق التي تشهد اشتباكات في داخل هذه المنطقة التي تعتبر هي منطقة عسكرية. طبعا المسافة التي تصل بين مدينة حلفاية
حتى المناطق التي تصل إلى ريف إدلب الجنوبي حوالي 20 كيلومتر. الطائرات الحربية اليوم بدأت باستهداف هذه الطرقات لإعاقة المدنيين على الهروب أو النزوح من هذه الغارات الجوية أو العمليات العسكرية أو الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها النظام والميليشيات هي المساندة في ريف حماة الشمال التي تستهدف المدنيين لإرغام الثوار على التراجع أو تقليص تقدم قوات الثوار ميرا. نعم، طيب فراس، بالنسبة لصورة الوضع في بلدة معرزاف ومحاولات قوات النظام التقدم إلى هذه البلدة، هل من أي التفاصيل؟ طبعا حاولت منذ 24 ساعة قوات النظام والميليشيات الأجنبية وبأغلبها قوات إيرانية من الحرس الثوري الإيراني وأيضا من حزب الله اللبناني التقدم نحو بلدة معرزاف التي معرديس والتي تبعد عن جبل زين العابدين حوالي 4 كيلومترات، إلا أن هذه المحاولات حقيقة باءت بالفشل بعد تصدي الثوار لهذه المحاولة بكل ما لديهم من إمكانيات وقدرات عسكرية. أجبروا قوات النظام على التوقف على محاذاة جبل زين العابدين وعدم التقدم إلى قرية معرديس. ونستطيع أن نقول للمشاهد أن قرية معرديس هي القرية الأخيرة من ريف حماة التي هي بعدها تأتي مباشرة مدينة أو مركز مدينة حماة بحوالي 4 كيلومترات، والثوار الآن يسيطرون على مطاحن معرديس التي تقع من الجهة الغربية للإستراد الدولي. هذا يعني أن يستحيل على قوات النظام في هذه الفترة التقدم والسيطرة على قرية معرديس كون المنطقة الآن أصبحت محاطة بكتائب الثوار وقوات الثوار والتي تمنع تقدم النظام أو تحقيق أي انتصارات عكسية كما حققها الثوار في الأيام الأخيرة. طبعا الاشتباكات الآن أيضا هناك تدور على جبهة قرية أو بلدة قمحانة، أيضا اشتباكات هي الأعنف بين كتائب الثوار وقوات النظام. تحاول كتائب الثوار طبعا تحرير نقاط عسكرية محيطة بهذه البلدة، وأيضا قبل قليل تمكن الثوار من استهداف سيارة مزودة أو سيارة تقل كميات كبيرة من الذخيرة على الاستيراد الدولي. نعم، وضحت الصورة فراس كرم مراسل أورينت نيوز من ريف حماة. أعلنت الفصائل المقاتلة سيطرتها على منطقة بئر القصب شمال شرق السويداء بشكل كامل بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة منها. كما واصلت الفصائل تقدمها في البادية السورية والقلمون الشرقي وسط انسحابات متتالية للتنظيم. في المنطقة الفاصلة بين ريفي دمشق الجنوبي الشرقي وريف السويداء الشمالي الشرقي، وسعت الفصائل المقاتلة من رقعة سيطرتها على الأرض مع مواصلة تنظيم الدولة لسلسلة انسحاباته غير المسبوقة من المنطقة. يقول المكتب الإعلامي في أسود الشرقية التابع للجيش الحر إن عناصر التنظيم انسحبوا من مواقعهم في منطقة بئر القصب أكبر معاقل تنظيم الدولة في الجنوب السوري ومن مناطق أخرى في مقدمتها شنوان وتلول الرغيلة ورجم الدولة ومنطقة الأصفر ليسلك عناصر التنظيم الخط الواقع شرق مطار السين العسكري باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور. وتمكنت الفصائل المقاتلة من إحكام قبضتها على بئر القصب وخربة الإنباشي وسد أبو خشبة، فيما أعلن الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله اللبناني أن عناصره وقوات النظام سيطروا على شنوان ورجم الدولة وأم قصر. يشكل انسحاب تنظيم الدولة من مناطق شرق السويداء مرحلة ثانية من سلسلة انسحابات ينفذها عناصره جنوب سوريا، حيث انسحبوا بشكل كامل من حوش حماد في منطقة اللجات بريف درعا قبل 3 أيام، والوجهة ذاتها إلى محافظتي الرقة ودير الزور مرورا بمناطق البادية السورية. معنا ثائر القلموني الناشط الإعلامي من القلمون الشرقي، أهلا بك ثائر. نبدأ من أهمية سيطرة الفصائل المقاتلة على بئر القصب بشكل كامل والمناطق المجاورة له. نعم، تحية لكم والأخوة المشاهدين. أهلا بك. أعلنت فصائل الثوار عن بدء معركة جديدة من البادية الشامية باتجاه القلمون الشرقي باسم قادمون يا قلمون، حيث جرت معارك عنيفة بين الثوار وتنظيم الدولة الإسلامية على محاور منطقة المحسة وجبال المنقور باتجاه القلمون الشرقي. تمكن الثوار من السيطرة على بئر الرصيف ومزرعة أبو عدنان في منطقة البادية، فيما أعلن أيضا الثوار عن تحرير منطقة شوان وبئر العورة ورجم الدولة ومنطقة الأصفر ومدرسة الرحيل، إضافة للسيطرة
على منطقة بئر القصب بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة ضمن معركة سراج الجياد لتطهير الحماد، حيث تعد منطقة بئر القصب منطقة استراتيجية من أهم معقل تنظيم الدولة الإسلامية. أيضا تبعد عن مطار دمشق الدولي حوالي 17 كيلو متر، إذ يمكن للمعارضة التوجه منها إلى منطقة القلمون الشرقي. نعم. طيب ثائر، بالنسبة لعناصر تنظيم الدولة، إلى أين انسحبت هذه العناصر بعد تقدم الفصائل المقاتلة؟ وماذا تبقى من أماكن يتواجد بها تنظيم الدولة في هذه المنطقة؟ نعم، تنظيم الدولة الإسلامية انسحب باتجاه معظم العناصر انسحبوا باتجاه مدينة تدمر. طبعا هناك أيضا سيطر على تلة الدوكة التي تسيطر عليها الفصائل. طبعا هذه التلة ذو أهمية استراتيجية وتعد بوابة للغوطة الشرقية من جهة البادية. ايضا اصبح الان طبعا اصبح من السهل ايضا الان فك الحصار عن القلمون الشرقي. طبعا لم يبقى الا منطقه المحسه حتى يتم فك الحصار عن القلمون الشرقي وريف حمص الشرقي ايضا. طيب ما هي الان الاماكن التي يتواجد بها تنظيم الدوله في هذه المنطقه ثائر؟ نعم، كما ذكرت لم يبقى الا منطقه المحسه حتى يستطيع الثوار فك الحصار عن منطقه القلمون الشرقي وطرد تنظيم الدوله الاسلاميه من المنطقه. نعم، هناك ايضا انسحابات اخرى لتنظيم الدوله ولكن في مناطق شرق السويداء ودخول قوات النظام اليها فيما يشبه الاستلام والتسليم ودون اي معارك، هل من اي تفاصيل؟ ثائر هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ثائر القلموني الناشط الإعلامي من القلمون الشرقي. شكرا لك ثائر. قال جيش الإسلام إن مقاتليه هاجموا نقاطا لقوات النظام في جبهات بساتين حي برزة شرق العاصمة وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر. إلى ذلك شنت طائرات النظام الحربية سلسلة غارات جوية على أحياء جوبر وتشرين والقابون شرق دمشق، ترافقت مع قصف بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية الثقيلة، كما شنت غارات مماثلة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية. الله أكبر. ينضم إلينا محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من الغوطة الشرقية. إذن محمد، كيف يبدو الوضع في دمشق مع مهاجمة جيش الإسلام لمواقع لقوات النظام في بساتين برزة؟ نعم محمد، نفسيا في بعض الجبهات النظام ركز على، يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت. محمد، سنعاود الاتصال بك لاحقا إن أمكن، شكرا جزيلا لك. تجددت الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة من جهة والميليشيات الأجنبية وقوات النظام من جهة ثانية على أوتستراد مصياف شمال حمص، وأفاد ناشطون أن الفصائل تمكنت من قطع الأوتستراد واستهداف رتل لقوات النظام كان يتجه إلى ريف حما الشمالي ودمرت عدة آليات عسكرية. كما قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في قرية خربة السودة، ما أسفر عن قتل وجرح ما يزيد عن 5 عناصر للنظام، إضافة لتدمير آليات عسكرية.
معنا سيف الأحمد مراسل أورينت نيوز من حمص. إذن سيف، نبدأ من التطورات الميدانية وتجدد الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة والميليشيات الأجنبية وقوات النظام تحديدا على أكسراد مصياف شمال حمص. تماما ميرا، يعني يوم الأمس دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات النظام تحديدا على جبهات خربة السوداء والمحطة وسنيسل إلى الغرب من ريف حمص الشمالي. تمكنت فصائل الثوار، فصائل غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، من استهداف تجمع لقوات النظام في قرية خربة السوداء تحديدا داخل كتيبة الدفاع الجوي في هذه القرية. أيضا تمكنت فصائل الثوار من استهداف رتل لقوات النظام كان متجه من مدينة حمص باتجاه ريف حماء الشمالي، كان مارا على هذا الطريق، على طريق حمص مصياف، ويعني تم تدمير عدد من العربات في هذا الرتل. أيضا إلى ذلك، يعني بخصوص التطورات الميدانية في باقي مناطق ريف حمص الشمالي، هناك اشتباكات مماثلة بين الثوار وقوات النظام على جبهتي معسكر عتون ومعسكر ملوك إلى الجنوب من مدينة تلبيسة. أيضا اشتباكات مماثلة على جبهة جبورين وجبهة كفرنان إلى الغرب من مدينة تلبيسة. تحدث كل هذه الاشتباكات في ظل قصف جوي مكثف استهدف اليوم الأحياء السكنية في مدينة الرستان، وكذلك الأحياء السكنية في قرى وبلدات سهل الحولة إلى الغرب من ريف حمص الشمالي. وأوقع هذا القصف اليوم عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. إلى ذلك أيضا مدينة تلبيسة شهدت اليوم وقبل قليل تحديدا قصفا مدفعيا مكثفا من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكر ملوك جنوب المدينة، وتسبب هذا القصف بسقوط قتيلين هما طفل وطفلة أشقاء، بالإضافة لسقوط 6 جرحى بينهم 5 أطفال ووالدتهم، بالإضافة أيضا لدمار كبير في الممتلكات والأبنية السكنية. نعم سيف، ماذا عن صورة الوضع في حي الوعر مع خروج الدفعة الثانية من المهجرين، وهل من أي مساعدات دخلت إلى الحي؟ بخصوص حي الوعر ميرا، يعني حتى هذه الساعة لم تدخل أي مساعدات من برنامج الأغذية العالمي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى داخل الحي. الاتفاق بين لجنة المفاوضات في حي الوعر واللجنة الأمنية للنظام بحمص كان ينص على أن تدخل المساعدات بعد خروج أول دفعة من المهجرين باتجاه الشمال السوري، لكن يعني حتى اللحظة خرجت دفعتان من المهجرين قسريا إلى حي الوعر المحاصر، ولم تدخل أي مساعدات أممية إلى داخل الحي المحاصر. لكن اليوم يعني دخلت قبل قليل قافلة من برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. تحوي هذه القافلة قرابة 34 شاحنة بداخلها 16800 سلة غذائية و16800 كيس من الطحين، بالإضافة لمواد طبية وبطانيات وحصر ومواد إصحاح. ربما يعني حسب ما أخبرنا عضو بالهلال الأحمر فرع حمص، يعني ستدخل المساعدات باتجاه حي الوعر المحاصر بعد في الأسبوع المقبل، بعد دخول قافلة مماثلة إلى مدينة الرستان شمالية حمص ستدخل القافلة الثالثة باتجاه حي الوعر المحاصر. نعم شكرا لك سيف الأحمد مراسلنا من ريف حمص. شكرا ميرا. في درعا أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص عن تمكن مقاتليها من السيطرة على عدد من الأبنية في حي المنشية، مؤكدة أنها أسبقت الهجوم بقصف تمهيدي مكثف على مواقع قوات النظام وميليشيا حزب الله في حي المنشية ما أدى لسقوط قتيلين. وأوضحت الغرفة أن استئناف المعارك يهدف للسيطرة على حي المنشية وعلى حي سجن المجاور، وبالتالي إبعاد قوات النظام وحلفائها عن معبر درعا القديم الحدودي مع الأردن.
معنا باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من درعا. باسل، نبدأ من آخر تطورات الوضع العسكري في المنشية وأبرز الأبنية التي سيطرت عليها الفصائل المقاتلة في حي المنشية. نعم ميرا، طبعا هذه العملية العسكرية استأنفتها غرفة عمليات البنيان المرصوص في صباح يوم أمس ضمن قصف مكثف على مبنى الإرشادية وغيرها من المباني الاستراتيجية في حي المنشية ضمن المعركة التي أطلقوها في منتصف الشهر الماضي. هذه المعركة التي أطلقوا عليها اسم الموت ولا المذلة بهدف السيطرة على حي المنشية بشكل كامل. طبعا في بداية تلك المعارك تم السيطرة على عدد كبير من كتل الأبنية، أهمها كتلة النجار وروضة العروج والفرن. طبعا تقدم يوم أمس الثوار من القطاع الجنوبي باتجاه مبنى الإرشادية وأيضا سيطروا على كتل أبنية موجودة داخل حي المنشية. طبعا ميرا دعيني أضعك في صورة الوضع أن هذه الأبنية هي منازل للمدنيين، منازل السكان، جعلت منها قوات النظام والميليشيا الأجنبية ثكنات عسكرية. هذا ما يخفف من زخم المعركة أو يخفف من تقدم الثوار في غرفة عمليات البنيان المرصوص بشكل سريع. طبعا جميع المباني الموجودة في حي المنشية هي ثكنات عسكرية، هذا ما قامت به الميليشيات الأجنبية وقوات النظام هناك. طبعا المعارك لا تزال على أشدها هناك في محاولات أيضا من قوات النظام والميليشيا الأجنبية إيقاف تقدم الثوار من خلال الغارات الجوية التي تشنها على منازل المدنيين في الأحياء المحررة. طبعا منذ خلال اليومين الماضيين وحتى هذه اللحظة ما يزيد عن 50 غارة جوية نفذت على الأحياء المحررة في درعا البلد، ناهيك عن عدد كبير جدا يصل إلى قرابة 30 برميل متفجر أيضا سقطت على الأحياء المحررة في درعا البلد، وعدد كبير من صواريخ الفيل. هذه الصواريخ هي محلية الصنع، يستخدمها حزب الله اللبناني باتجاه الأحياء المحررة في درعا البلد. طبعا وتكون هذه الصواريخ أو مكان هذه القاعدة هو مكان مكتظ في المدنيين داخل أحياء درعا المحطة وهو حي السحاري. طبعا النظام يجعل من أولئك المدنيين ذريعة لقصفه للأحياء المحررة في درعا البلد. هذه القاعدة موجودة في حي السحاري. يوم أمس تم تدمير أحد هذه القواعد من قبل غرفة عمليات البنيان المرصوص، كانت موجودة بالقرب من أبنية سجنها الاستراتيجية أيضا، تم استهدافها بصاروخ تاو مضاد للدروع وتم تدميرها بشكل كامل. هذا ما تبنته غرفة عمليات البنيان المرصوص في بيان أصدرته يوم أمس. طبعا الاشتباكات كما ذكرت لك لا تزال مستمرة. طيب في باسل، هل من أي تعزيزات عسكرية تحاول قوات النظام استقدامها إلى حي المنشية؟ نعم، في ظل الاشتباكات ميرا التي يشهدها الجنوب بشكل كامل، إن كان بالنسبة للفصائل التي تقاتل في الريف الغربي لمحافظة درعا وتحديدا في منطقة حوض اليرموك، هذه الفصائل التي تقاتل جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة واشتباكات عنيفة جدا أيضا في حي المنشية، هناك أيضا لا يمكن للفصائل أن تقوم بقطع الاستراد أو طريق إمداد النظام والميليشيا الأجنبية على استراد دمشق درعا. جبهة واسعة جدا تقوم بهذه المعارك، هناك نقاط رباط قريبة من استراد دمشق درعا الدولي الذي يستخدم النظام والميليشيا الأجنبية التعزيزات منه باتجاه أحياء درعا المحطة ليليها بعدها الوصول إلى حي سجنة ومن بعدها إلى حي المنشية في درعا البلد. أشكرك جزيل الشكر باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من ريف درعا. أعلنت حركة أحرار الشام عن إسقاطها مروحية لقوات النظام في جبل تريدين بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية، مضيفة أنها سقطت في شمال قرية سلمة وأن طاقمها أصيب بجروح بالغة. يحاول الثوار التصدي للطائرات الحربية والمروحية التي تغير على مناطق المدنيين في ريفي اللاذقية وجسر الشغور الغربي. طبعا كاميرا أورينت نيوز ترافق الثوار أثناء محاولتهم للتصدي لهذا الطيران. طبعا الآن المضادات الأرضية تحاول إصابة طائرات العدوان الروسي التي تحلق على علو منخفض فوق مناطق سيطرة قوات النظام بحثا عن طاقم الطائرة المروحية الروسية التي تمكنت المضادات الأرضية التابعة للثوار من إسقاطها صباح هذا اليوم. تمام يا باسل. جيد سمعني. ايه ابو رياض سمعانك. تمام، وين صارت الطيارة ابو رياض؟ ما لاحظت النقاط الله يكرمك. نفس الدورة عم تكبر دورتها شوي كل شوي بس باتجاهنا. استلمت ابو بنوعد اخواتنا واهالينا انه هي ما راح تكون اول طياره ولا راح تكون اخر طياره، ومنطمن الجميع انه نحن هون مرابطين لحمايتهم وباذن الله الامر
وضعنا بخير. الوضع هلأ غير قبل سنة، هلأ الوضع خيو تمام والحمد لله رب العالمين، وبنوعدكم راح تسمعوا إسا بشايا النصر كتير والحمد لله رب العالمين. ينضم إلينا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز من اللاذقية. إذا محمد نبدأ من آخر التطورات والمستجدات. نعم ميرا، يعني دعيني أبدأ بالقصف المدفعي والصاروخي العنيف الذي تتعرض له قرى وبلدات ريف اللاذقية بجبليه، جبل الأكراد وجبل التركمان. طبعا في جبل الأكراد شهدت قرى تردين وكبانة وأيضا سلسلة جبال كبانة قصفا مدفعيا وصاروخيا مركزا وعنيفا من قبل الميليشيات الأجنبية المنتشرة على طول المراصد التي تسيطر عليها والتي تشرف على نقاط تمركز الثوار في هذه المنطقة. أيضا في جبل التركمان شهدت قرى عين عيسى والشحرورة وبرج الحياة قصفا مدفعيا وصاروخيا مماثلا يعني من قبل مدفعية النظام ورجمات صواريخه المتمركزة في برج البيضاء وتنمية ربيعة وبرج الزاهية. طبعا أيضا قوات النظام والميليشيات الأجنبية المتمركزة في جبل أبو علي تحاول لا تزال تحاول قطع الطريق الواصل بين الزيتونة اليمضية عبر استهداف هذا الطريق بالرشاشات الثقيلة والصواريخ الموجهة. طبعا طال القصف أيضا بعض قرى ريف جسر الشغور الغربي، هذه القرى المتاخمة لريف اللاذقية أيضا شهدت قصفا مماثلا لذلك الذي تعرضت له القرى في ريف اللاذقية. أيضا بدوره العدوان الروسي شن عدة غارات عن طريق طائراته الحربية التي كانت تحلق منذ صباح هذا اليوم على علو منخفض، وشنت عدة غارات على ريف جسر الشغور الغربي وجبل الأكراد وصولا إلى مدينة جسر الشغور. طبعا بدورهم الثوار قاموا باستهداف جبل الزيارة في جبل التركمان بالقذائف الهاون، وفي جبل الأكراد قاموا باستهداف قلعة شلف وبلدة كنسبة بالقذائف المدفعية الثقيلة من عيار 130 ميلي. نعم شكرا محمد الأشقر مراسلنا من اللاذقية. قال مراسل أورينت نيوز في إدلب إن 4 مدنيين قتلوا وجرح آخرون في قصف مكثف لطائرات الاحتلال الروسي بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على مدينة جسر الشغور. من جانبه أعلن الدفاع المدني أن قصفا بالقنابل الفسفورية طال قريتي الناجية والشغر في منطقة جسر الشغور، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، في حين أشار ناشطون إلى العثور على جثتين مجهولتي الهوية على الطريق الواصلة بين مدينتي إدلب وأريحة كانا قتلا رميا بالرصاص. يلا شباب هكذا بدا المشهد في الصباح بعد ليلة من الغارات المكثفة التي نفذها طيران الاحتلال الروسي على مدينة جسر الشغور، فيما يقارب 20 غارة بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية، خلفت 6 قتلى وعددا من الجرحى بالإضافة لدمار في الأبنية السكنية، بينما بقيت فرق الدفاع المدني تبحث عن ناجين من تحت الأنقاض طوال الليل. نحن كدفاع مدني في مدينة جسر الشغور بعد الغارات المكثفة على المدينة بقينا نعمل وقت متأخر من الليل لانتشال الناجين من تحت الأنقاض. الغارات استهدفت عدة أحياء مكتظة بالسكان كالحارة الشمالية وبعض المنشآت الحيوية كالسوق الرئيسي، وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات أثناء الإنقاذ، وهي الغارات المزدوجة على نفس المكان، بينما يحاول مطلقو صفارات الإنذار تحذير السكان من كل خطر يقترب من المدينة. يعني امبارح كان في قصف عنيف عنيف جدا جدا، وتم هنا مجزرة فيها 5 أشخاص تم انتشارهم الله يجزيهم خير الدفاع المدني، ظلوا 9 ساعات هن ينشلوا الجثث من تحت الإنقاذ. امبارح عدت علينا يعني ليلة قاسية جدا جدا، يعني أكثر من 30 40 غارة ما بعرف قديش، يعني العدد كبير كثير. ف
فضربوا منه عقودي، منه فراغي، منه ارتجاجي تحت الظلام، طفشنا من المدينة، ما بقي فيها حدا. كانت البلد فيها شوية عالم، وبالأخص هالحارة اللي نحن فيها كان فيها شوية عالم، إلا أنه ما عاد فيها حدا أبدا. تتعرض محافظة إدلب للقصف بشكل يومي، وخاصة من طيران الاحتلال الروسي بالإضافة لطيران التحالف الذي خلف عدة مجازر بالإضافة للقصف المدفعي والصاروخي من معسكر جورين في سهل الغاب. غارات ليلية من طيران العدوان الروسي استهدفت مدينة جسر الشغر بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية، أدت لسقوط 6 قتلى والعديد من الجرحى، ومن المحتمل أن تزداد الحصيلة فيما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الأنقاض. هاشم عبدالله، أورينت نيوز، مدينة جسر الشغور، ريف إدلب. ينضم إلينا شاهر سماق مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. إذن شاهر، نتحدث عن غارات جوية مكثفة روسية وللنظام، أين تركزت وهل من ضحايا بين المدنيين؟ نعم، يعني بداية لو نتحدث عن الغارات المكثفة التي يشنها الطيران الروسي تحديدا على جسر الشغور أو الريف الغربي عموما لمحافظة إدلب، ليلة أمس كانت ليلة قاسية وعصيبة على الأهالي هناك. 15 غارة جوية متتالية من قبل الطيران الحربي الروسي، استخدم فيها القنابل العنقودية والصواريخ الفراغية، خلفت 6 قتلى في صفوف المدنيين بالإضافة للعديد من الجرحى، وكذلك دمار كبير في الأبنية السكنية. فرق الدفاع المدني استمرت لساعات متأخرة من الليل أو لساعات الصباح الأولى وهي تحاول إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض. طبعا يعني معظم المنطقة، منطقة ريف إدلب الغربي، تتعرض لغارات جوية مستمرة ومكثفة، بالإضافة أيضا لقصف صاروخي ومدفعي من معسكرات قوات النظام. طبعا قرية الطيبات بريف جسر الشغور تعرضت لغارتين جويتين متتاليتين من الطيران الروسي، كذلك الناجية وبدامة أيضا تعرضوا لغارات جوية. القصف المدفعي والصاروخي طال معظم الطرقات الرئيسية التي تصل مدن وبلدات جسر الشغور. طبعا مصدر هذه القذائف الصاروخية هي معسكرات قوات النظام جورين، وكذلك معسكرات في جبل التركمان. كذلك الأمر كان هناك يعني في سراقب، على أطراف سراقب كان هناك غارة جوية روسية. صراحة الطيران الحربي الروسي هو من يسيطر الآن، أو هو يعني صاحب الغارات الأكثر والأعنف في هو الذي ارتكب آخر المجازر كما حدث في مدينة إدلب، المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها ما يقارب 25 قتيل، وبالأمس كان هناك مجزرة أيضا في جسر الشغور. طيب شاهر، كيف يبدو كيف يبدو وضع المشافي الميدانية في ضوء هذا القصف العنيف والمكثف؟ عفوا لو تكرر السؤال. نعم، لو تعطينا فكرة عن صورة وضع المشافي الميدانية المتواجدة في المنطقة ومدى جهوزيتها لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والجرحى. بالنسبة للمشافي الميدانية تحديدا، مشفى جسر الشغور كان قد خرج عن الخدمة، وهو المشفى الوحيد في المدينة، يعني بسبب الغارات المكثفة على التي كانت بالقرب من المشفى وأدت لدمار جزئي في هذا المشفى، ما جعله خارج عن الخدمة. أيضا يعني لو تحدثنا قليلا عن استهداف المشافي، كذلك الأمر من قبل الطيران الروسي، منذ عدة أيام خرج أيضا مشفى كفرنبل، مشفى الجراحي أو ما يعرف في مشفى أورينت سابقا، طبعا خرج عن الخدمة أيضا بسبب استهدافه بعدة غارات بعدة غارات جوية روسية مباشرة استهدفت المشفى. طبعا يعني الوضع يعني بسبب كثرة الغارات، يعني المشافي الميدانية لم تعد تستطيع تحمل المزيد من الجرحى، ويتم إرسال الجرحى أو من يعني من هم بحالات خطرة إلى المشافي الحدودية. نعم، من ناحية أخرى أكتفي معك بهذا القدر شاهر سماق مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب، وأشكرك جزيل الشكر. ختام هذه الجولة الميدانية وإلى عناوينها. سد الفرات لا يزال خارج الخدمة وسط اشتباكات في محيطه، والوحدات الكردية تقترب من مدينة الطبقة. فصائل حماة تواصل تمددها شمال المدينة وتدمر مستودعات النظام العسكرية بمحيط قرية القرامطة. انسحاب تنظيم الدولة من عدة قرى شرق السويداء لصالح النظام، والفصائل تدخل بلدة بئر القصب الاستراتيجية.
بعد فشلها بالتقدم على جبهة بساتين برزة، قوات النظام تستهدف بلدات الغوطة الشرقية بعشرات الغارات. أشكركم على حسن المتابعة. للمزيد زوروا موقعنا orientationnews.net. إلى اللقاء.